هذا اللي حب بريحاين مش حتى صريخ زمان وقت اللي جاء لطرابلس هو كان من جيروس فرد نزل في طرابلس بقى جلس لا ليل شبات ما تمس لا شي شبات ما تمس لا امين بقى يقول قديش بعد شمع اسرائيل سلام على اسرائيل ما يعرفوش الصلوات قال مشوا هذا ما تعرفوش هذا الليله ليل شبات مش ليل تحول قالوا هذه صلاتنا شو هذا قالوا له باهي وقت اللي جاو حيا يرفعوا من طرابلس قال لهم لا حنا قاعد هنايا حنا نعلمهم هنايا التوراة هذا بدا يعلم بدا يعلم 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 بويا تعلم عنده المشان في المتن وبدا يتعلموا عنده ربي يفرج زوارس كل الربانيين اللي قدم الكلي هذوني ربانيين الكلي تعلموا عنده و بعد ما تعلموا عنده قد حب تعلمهم علمهم بيوتيم علمهم هذا علمهم حتى ماتوا مدفن في طرابلس انا عندي جدي لو جدي جد امي انا تيتساش له مدفون في هار الزيتين حابين نوري لك القبور نتاعو نوري لك احنا جددناه القبور نتاعو كان عندي ولد عمي ماشي مشاو داود يمين ولد عمي يخدم في قوش عتيون معتادتي بو قال له اسمع جد بويا مدفون في غزتي دور في المحشيب نتاع حضرك ديشا وين مدفون دور زي نفس عام مشى لهار الزيتين بدا يمشي من شغال 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 حتى لقى القبور لقى القبور المرتفع رخامه مكسره از تصوروا مكتوب بونيت مان ربي داود يمين وامي زي اخونا البرخه كانت تقول لي جدي مدفون في هار الزيتين في روشلاين جاء لإسرائيل بألف تمنمية وسبعة وثمانين مات ألف ومية وسبعة عشر ألف وتسعمية وسبعة عشر يعني بعرق 35 عام قعدنا هاي ويعلم في روشلاين تلمود توراة والكل هذا أخوه ربي خموس يمين هذا أخوه ما عندناش تصويره نتاعو خاطر 1887 نيفو شكون عنده تصويره وعملنا له هلولا كنا 400 واحد 99 هذا غير اللي على الكتاء مازلي كما يقول بالعفريت على الكتاء مازلي عملنا في اولام في بيت كنيست على يد مالون عتس الزايت في روشلاين وكنا كانت شتاء حفالق على المال ومشينا عندي كومبات مشبحة من مشاف بيت شيكما 90 عام عمرها قالت لازم حنمشي نرى قبور جدي فيلو الموج غادي وجات وشديناها بشوية ومشينا وركبنا وغادت على القبور وكذا وبعدها بشي ثلاثة شهور لقينا قبور مرته شهور رابعة من علي بعد ما نكملوا نوريك التصويرة عام قبل ما كنا لاسكارا تصورت من هار تيون هار الزيتين بديوك وين ما تم القبور طلعت التمونة أغي من الله طلعت شغل الأخماس